عجينة الكريب عندي بقى رشة فلفل ورشة ملح وبيضتين، معلقتين كبار زيت، وعندي معلقتين كبار لبن بودر، وده اختيار لو عايزة تحطيه حطيه، وعندي كوباية دقيق وكوباية مية دافية. هنعجن بقى مع بعض العجينة مع بعضنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بقى في الخلاط او بالمضرب السلكاني زي ما ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط الملح والفلفل، نحط الزيت، نضربهم بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، وانزل بالدقيق، كوباية الدقيق، اللبن البودر، ضربتها بالهاند بلندر اهو او بالمضرب ستيك زي ما انت عايز او بالمعلقه، المهم ان ما يكونش فيها، ما تكونش العجينه لو فيها حبيبات او مكلكعات صفيها بمصر. العجينه جميله اهيت معايا، اهيت سايله اهيت، القوام بتاعها اهوت، لا فيها لا تكتلات ولا اي حاجه، مش هصفيها عشان ما فيهاش اي حاجه. ابتدي بقى اسيبها 5 دقايق كده ولا 10 دقايق وابتدي بقى اعملها. همسحها بمنديل او حاجه، يعني اوصل زيت بس مش قوي، يعني امسحها ماسكه زيت كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، اخد بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، واحنا بقى وحطيها في مطاسه كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده، اهي سلكها كده، ابتدي اوزعها بقى كده، مطاسه كلها. هنديها النار عشان عايزاها تبقى ايه، مستوية وحمرا من الجوانب كلها. بس كده عشان تبقى مبورة معايا. ما قربناهاش خالص الا لما الاطراف بتاعتها ترتفع معايا. انا اطراف ارتفعت تبقى هي ايه، علف لفوق كده، تبقى هي استوت من الجناب اقلب. تطلع جميلة إن شاء الله. اعملوا بقى لايك وشير، اعملوا اشتراك للقناة يا حبايب قلبي، أحلى إخوات ومتابعين. أشكركم على تعليقاتكم الجميلة. شايفين بقى، بص كده شوف الأرض احمرت ولا لأ، أما تحمر هقلب على الناحية التانية، أول ما تاخد لون كده من الجنب ده أنا حطيتها عليه ده، شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله. شايفين الكريباية بقى؟ اللهم صل على النبي، جميلة من غير لبن ولا حاجة، هي بمية. هيكون بقى مجهزة عندي فوطة وصينية عشان اطلع واحط فيها عشان ما تنشفش مني، عشان لما اجي اعملها بقى احشيها ما تنشفش، ما تكونش نشفت. شايفين الناحية التانية اهي، انا بحب الحاجة اخليها مستوية اوي، اسويها كويس او احمرها. انا بقى هبتدي اشيلها اهي، احطها
جميله على فوطه نظيفه كده، فوطه مطبخ بس تكون نظيفه. اقعد النار بقى شويه على ما احط التانيه. هجيب برضو المسحه كده، برضو مسحه زيت اهي، مش بتعصى زيت ولا حاجه، بس امسح كده عشان لو في حاجه محروقه في قلب الصينيه وكده ما تبوظليش الكريبات التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو ما جاتش منك مربعه عادي مش مشكله، بس اهم حاجه تكون الايه مظبوطه، طالعه مظبوطه، طالعه مظبوطه. جميل. ما قربلهاش خالص بقى لما ما الاقيها، يعني ايه العجينه قدامي، شايفين شايفين اللون بتاعها جميل، ما يستاهل كده ايه وتهزس عشان اسلكها كده معايا. تجري تجري في الطاسه، لو الطاسه مش تفال برضو هنا زيت، بس تقلي ده الزيت شويه. طيب شايفين الكربيه، اللهم صل على النبي. جميل. اعملي بقى وجربيها بقى وهتطلع احسن من اللي انا عاملاها دي. الكربيه معايا بقى، شايفين شايفين الكريب، الله. هنبتدي بقى نحشيه. هحشي بقى الكريبايه، هجيب بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. اما الكريبايه تبرد معانا بقى، شايفين الكريب بقى وطراوته وجماله، شايفين، الله الله، اللهم صل على النبي. هجيب الكريبايه اهيت، افردها واجيب الحشوه اهيت، معايا الحشوه اهيت. عايزه تطبقها الاول كده، تحط الحشوة كده ماشي، عايز تحط الحشوة في الأول كده وتطبقي، ده اللي يعني وحشة أي حشوة بقى أنت عايزاها، بطاطس مهروسة تبقى جميلة برضو، أو أي حشوة أنت تفضليها. حشوة عندي شوية خيار مخلل أهم مقطعاه قطع، أحطهم عليها شوية كاتشب بقى، شوية مايونيز، مستردة، كاتشب، مايونيز، أنت عايز تحطيه بيدي طعم كمان جميل. كاتشب، ابتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم اطبقها. شايفين كده اعطي الحشوه كده بسم الله الرحمن الرحيم كده، الله. شايفين الحشوه بقى، عايزه تحطي بطاطس شيبسي حطي، بطاطس مقليه اللي تحبي اللي تفضلي حطيه، الحشوه اللي انت عايزه تعملي تحطيها بتفضلها حطي ايه ده اختيار. شايفين بقى الكريباية، شايفين الحشوة بتاعتها، ده كمان الله. تاني اهيت بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي، كوبايه العمر، حشوه فيها معايا هوديهم بقى اروح احمرهم بقى شويه. احلى ساندوتش كريب ده ولا ايه بقى؟ ايه رايكم؟ بحب رأيكم.
رأيكم في التعليقات. ابتدي بقى احط شويه جبنه تسيح تدي طعم جميل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احط بقى شيك على الساندوتش اهو. واو خطير. واحد بقى حته جبنه كده عيني. انا والشيف جميل هديه بره الطبق بالتقديم. الله دول صدنا كده على الفصل ده طعم جميل. اربع الحنا والشيف احلى كريبه.